نعم يحيى، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم، أتواجد الآن في ديوان الإمارة، حيث أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ملتقى الوطن للإبداع السعودي، والذي يتضمن الكثير من الأوراق، سواء أوراق في مجال الإعلام والعمل الاجتماعي، في المجال الفكري، في المجال الثقافي، في مجال التطوع. أيضا يتضمن جائزة الأميرة صيتا للعمل الاجتماعي. سريعا أمر إلى ضيفتي سمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن، وهي رئيس جمعية لأجلهم، للاطلاع أكثر على تفصيل هذا الملتقى. سمو الأميرة صباح الخير. هلا، صباح الخير، هلا، حياكم الله، هلا وسهلا. وأنت اليوم في نجران وضمن الملتقى الثقافي الإبداعي في نجران، أولا نظرة سريعة حول هذا الملتقى سمو الأميرة. الملتقى مثل اسمه إبداع، كله في إبداع حقيقة، شامل الثقافة، شامل التعليم، شامل الفن، جميع الجوانب مغطيها. بالفعل أنا من دخلت في نجران حسيت أنها أصلا منطقة إبداع، يعني من يدخل عليها الواحد يلتفت للإبداع، تعطيه تدغدغ مشاعره من إبداعها، ومنطقة جميلة ومكان جميل اللي حطوا المكان الملتقى هذا. هذا الحراك الثقافي وهنا في أقصى جنوب المملكة، مرة يعني حلو أنه شامل، يبتدينا من جنوب في جميع نواحي المملكة، يعني نطلع من المدن الكبرى ومدن العاصمة أو مدن الكبرى، هذه حلو أنه نبتدي خاصة في الحد الجنوبي عشان الواحد يعرف الناس متخوفين وين، حتى لما يسألوني وين رايحة قلت تروحي. بالفعل مدينة جميلة جميلة جميلة، يعني سعدت أني دعيت لهذا الملتقى وأني حشارك في جلسة من جلساته، وسعدت أني حضرت، وإن شاء الله أتشرف أشوف أخذ صورة مع أبناء الشهداء. نعم، ونحن نتحدث عن أبناء الشهداء، وبعد قليل سمو الأمير جلوي راح يكرمهم، وأنت رئيسة لجمعية لأجلهم، كيف تقيمين هذا التكريم؟ كيف تنظرين إليه؟ يعني هو هذا تكريم قيم بالنسبة لهم، وحيأثر في مشاعرهم وحيعزز لهم ويزيدهم ثقة من النفس. أنا إحساسي أنا أصلاً كيف إحساسهم هم، يعني والشرف اللي حنصور معاهم صورة جماعية، هذا شرف يعني لنا إحنا نوقف معاهم، يعني حاجة نظرة كريمة منه، والله يجزاه خير إن شاء الله. شكرا لك سمو الأميرة نوف، أتركك لفقرات الحفل، وأخذ ضيفتي أيضا يحيى، أيضا تنضم إلي الآن الدكتورة ريم الفريان، وهي رئيسة جمعية رئيسة تطوير مدير إدارة التكامل والتنمية المجتمعية. الدكتورة ريم، وأنت اليوم في نجران في هذا الملتقى الثقافي الفكري في نجران، كيف تنظرين له من زاوية الدكتورة ريم؟ الله يحفظك. أولا شكرا على تنظيم هذا الملتقى الرائع صراحة، يمكن هذه أول مرة أزور منطقة نجران، والحقيقة انطباعات جميلة جدا منذ وصولنا للمنطقة. الملتقى بشكل عام يمكن الجميل فيه أنه ركز أيضا على فئة الشباب، لأن الشباب هو مستقبل هذا الوطن، وخصوصا يعني يتعاظم أهميتهم لما يكونون من أبناء الشهداء. سعيدة جدا اليوم بتواجدي، والتكريم كانت لفتة جميلة جدا من أمارة المنطقة. حدثينا عن ورقة العمل التي تشاركين بها. احنا طبعا بشكل عام هو الشباب واستشراف المستقبل، واحنا في شركة السودة للتطوير يعني حريصين على ان يكون الانسان والشباب بشكل عام هو محور هذه التنمية الموجود اللي بنشتغل عليها. فهناك برامج كثيرة وتخصصات كثيرة، يمكن الجانب السياحي بحكم المشروع نفسه بيكون التركيز عليه اكثر في ورقة العمل. وانت اليوم هنا في ديوان الإمارة وفي مبادرة الأميرة صيتا لتكريم أبناء الشهداء، كيف تنظرين إلى هذا الجانب الإنساني؟ أنا نرجع نقول أنه شبابنا هم مستقبلنا، ويتعاظم أهميتهم لما يكونون هم من أبناء الشهداء، فأنا أعتقد أن هي شيء جميل جدا تكريمهم. ويعني من يوم ما دخلوا وشفناهم داخلين وقربنا منهم، يمكن إحنا جدا مدينين لهم وللتضحية اللي أبائهم قدموها لنا، يعني بكل ما تحمله الكلمة من معاني، الله يحفظك. إذن أخيرا، كيف تنظرين إلى هذا التناغم بين هذا العطاء، هذا الفكر، هذا الجمال ورؤية 2030؟ يعني بلا شك هذا في صميم الرؤية. أولا أنه الرؤية تركزت على ثلاث مواطن رئيسية، كان الشباب جزء هام منها، واهتمامنا أيضا بأبناء الشهداء برضو يعني شيء في صميم الرؤية، فيعطيكم ألف عافية، الله يحفظك. شكرا لك دكتورة. تسلم، تسلم، شكرا.
إذن يحيى، كان هذا هو أخيرا حديث الدكتورة ريم الفريانة. طبعا يستمر هذا الملتقى الثقافي الفكري الإبداعي هنا في نجران على مدى 3 أيام. انطلقت أولى أعمال هذا الملتقى قبل قليل في جامعة نجران باسم الإعلام والإبداع الاجتماعي. أيضا تستمر الكثير من الفعاليات، وفي مساء هذه الليلة يطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد حفلة الافتتاح في قاعة الأمير مشعل للمؤتمرات. إليك زميلي يحيى. شكرا مراسل الإخبارية من نجران الزميل علي زينة، شكرا لك.